أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله نعم يا عم الله الله الله. قال يا بني لا تقصص رؤياك
رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم
الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. الله 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 صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الله 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 فتح الله عليك قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الله 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 الله
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الله 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 يكرمك يا عم. وجاء على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر. صلوا على حبيب روضة من رياض الجنة فعل الصدور. الله يكرمك يا أستاذ. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام. الله أكبر. صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا بشرى يا هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى ولدا. الله الله اكبر. صل على النبي. عليك حج السيد. عليك حج السيد. كلمك يا استاذ. رواق الله. زادك ايمان. اللهم صل على النبي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جلت قدرتك يا رب المشاهد. عنك يا كريم يا رب. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. الله عليك. الله 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 عليك يا رب. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت قالت هيت لك.
له ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي صلي على عدنان. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به وهم بها لولا إنه من عبادنا المخلصين. صلوا على حضرة النبي. اللهم صل وسلم. الله يكرمك يا أستاذ. الله يكرمك. الله أكبر. وجيلك الطول يا رب. عليك حج. إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء عذابنا أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت
وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. الله يفتح عليك. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله 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 الله. الله أكبر. قواك الله يا أستاذ. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال. الله يكرمك يا أستاذ. أواك الله. صلى على حضرة النبي. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ. وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. الله يا أستاذ.
نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. اي الله، الله اكبر. على حضرة النبي، الله يكرمك يا استاذ، الله يفتح عليك. الله الله يا شيخ، الله اكبر. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الله يفتح عليك يا حاج. سلم يا رب سلم. الله أكبر. فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى. ونطلبك يا الله. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. الله الله ما شاء الله.
إنه هو السميع العليم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. جل جلالك يا الله. سبحان الله. الله. عليك على السيد. الله يفتح عليك. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتاويلك نراك من المحسنين. الله 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 على حضرة النبي. الله أكبر. الله 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 يا أستاذ. الله يفتح عليك. القرآن ملك. الله يفتح عليك. ما شاء الله. الله يقومك. إنا لراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ذلكما مما علمني ربي. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نجي وقتك يا رب. الله يفتح عليك. قواك الله يا أستاذ. يا رب يا رب. أي والله. قد تبعت ملة آبائي
إسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله يا أستاذ. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها وآباؤكم. الله يفتح عليه. الله يا شيخ. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله أمر أكثر الناس لا يعلمون. الله
الله يكرمك ويقويك. صلى على حضرة النبي محمد. الله يفتح عليك. صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله. نعم 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 نعم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه. يا صاحبي السجن أن خمرا وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الله يكرمك. صل على حضرة النبي. قواك الله يا أستاذ. يفتح عليك يا حبيبي. الله ينور عليك يا عم. الله أكبر. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أن إنه ناج منهما اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في سجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. الله 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 كلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. الله أكبر. الله يفتح عليك يا حبيبي.
صلى على النبي يا حاج. الله يا عم. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتنا أنبئكم بتاويله فأرسلون. الله يفتح عليك يا حبيبي. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. صدق الله العظيم.